المدرب اللي تيبان لي انايا في المستوى ديال الوداد هو ديال المدرب ديال بيترو اتليتيكو ديال انغولا. ايوا وتنتمناو يجي للوداد. ايوا الساعه ديال الوداد راه البارح ما حال باش الحظ، ولكن راه الدراري راه كانوا رجاله لعبوا داروا اللي عليهم. ايوا ما كتبش مبروك البركان و ان شاء الله تال السوبر ونديو ان شاء الله وديما وداد. الركراكي راه غيبقى الكارير ديالو غتجي اجيال وغادي يبقى يتفكروا، راه ماشي شي حاجه سهله هذيك اللي دار الركراكي، ولا حتى اللعاب راه تاهما راه كانوا مع الرجاله وبداك داكشي اللي كاين والمشاكل ديال الماليه ديال الوداد وبزاف د الحوايج تغلبوا على كل شيء. وبرافو على الدراري كاملين وبرافو على ليكيب بالطاقم والمسيرين وكل شيء والجمهور وكل شيء وديما وداد. كنظن انا بيتسو موسيماني ديال اللي كان عطى واحد اللي كان فاز مع جنوب افريقي اللي كان غادر الاهلي ديال مصر وكاين عموته ديالنا حتى هو وكاين الاطر الوطنيه كداو بهاد اللعبه ديال الوداد كداودي وك كبدر قادوري حتى هو كاين فسميتو كاين ابرامي كاين ولاد وليدات الفرقه. وكنظن انا كنتمنى ان شاء الله يجيب بيتسو موسيماني هو اللي يستحق فريق الوداد حيت كيموت عليها وكيبغيها. الركراكي عطى واحد قوة ضاربه لفريق الوداد الجماهير ديالو كلشي وفرحنا الله يعطيه الصحه. وكنتمنى ليه التوفيق الى مشى للفريق الوطني، يعني كاطر مغربيه بحال هكا كتفرح الحمد لله. الركراكي وكاين بن عطيه جاي وكاين بزاف، يعني ما نحطموش الشباب المغرب مدربين المغاربه اللي يدوزوا كره ولاد الميدان. وكنظن فريق الركراكي ان شاء الله الا كان في سيليكسيون راه يعطي واحد القوه كبيره وجميله للفريق الوطني. وكنشكروا كودادي كنشكروا جماهير فريق الوداد البيضاوي كتشكروا في هذا بعد التتويج بالعصبه وبطوله وباقي السوبر كوب، واخا لا كوب مشى لنا ماشي مشكل مع بركان بصحتهم. وكنتمنى ان شاء الله الركراكي كنتمنى لهم مسيره موفقه. المدرب اللي غادي يجي هو عموته ان شاء الله ملي غيمشي للركراكي هاي راسي عموته، اللهم عموته ود بلادنا بعدا ولا يجيبو براني يبدا يكريسي فينا حتى هو براني يبدا يزيد لنا رزقنا ويمشي بحالاته. اللهم عموته تا خسرنا ولا ربحنا راه ود بلادنا. واخا الركراكي دار معنا شويه الخشونه في هذا الماتش ديال بركان ماشي مشكل الله يسامحو. هذا الشيء اللي غنقولو مبروك لبركان، دار معنا شويه ديال الباريه، دار معنا شويه ديال الخشونه في هذا الماتش توجه لهم بزاف. والدراري ما داروش ماشي ماتش اللي هو ماتش اللي غادي يفرحنا اللي غادي يشجعنا اللي غادي يدير حماس وداك الشيء ما دايرينش في هذا الماتش هذا. ما عرفتو خويا واش من المسيرين ولا من شي حاجه شي تليفون عاوتاني جا ولا ما سميتو. القزع ولد بلادهم ولد بركاني راه ما غاديش يخسروا ولاد بلادو. وهذا الشيء اللي غنقول لك اخويا هذا هو اللي غنقول لك. نتمناو لهم التوفيق الماتشات الجايه ان شاء الله. مدرب الركراكي وليد الركراكي داك الالقاب اللي دا مع الوداد، يعني صعيب باش يجي شي مدرب اخر يحقق الانجازات اللي حقق مع فريق الوداد البيضاوي والحب ديالو للجماهير البيضاوي. مثلا راه صعيب تلقى شي مدرب في المكان ديالو مخاط البرتو كارلوس بيريرا ولا زاكالو ولا دونغا هذو اللي تقدر تجيب. وتبارك الله عليه وتمنى مسيره موفقه ان شاء الله في حياته وديما وداد. باقي السوبر كوب ان شاء الله نجيبو ردو الصرف. المدرب اللي كنتمنى يجي للفريق الودادي ما كنكرهش يجي انشيلوتي ولا ارسين فينغر، هذو من المدربين الكبار ولا المدرب غوارديولا حتى هو من المدربين الكبار. كنتمناو يجيو حتى هما هنا يدربوا فريق الوداد البيضاوي. يا مدرب ما في مستوى حتى هو دا مع الوداد القاب، يعني ما نطيحوش في قيمة الركراكي، مدرب في المستوى.